مع الحدث. تبدأ اليوم بجامعة السلطان قابوس فعاليات مؤتمر عمان الدولي لطب الطوارئ والذي يستمر لمدة 3 أيام متتالية. معنا في هذه الدقائق الدكتور محمود بن ناصر الرحبي، استشاري أول طب طوارئ، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر عمان الدولي لطب الطوارئ. دكتور محمود صباحك خير، أهلا وسهلا بك. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم. نبارك طبعا لكم افتتاح المؤتمر اليوم واستقطاب نخبة من الخبراء والاستشاريين ورواد الطب في القطاع الصحي سواء كان في السلطنة أو خارجها. دعنا نتكلم عن أهمية هذا المؤتمر دكتور، كونك رئيس اللجنة المنظمة له. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم على إتاحة هذه الفرصة، ثانيا نبارك لعمان قائدا وشعبا هذا التجمع العالمي العلمي في مجال طب الطوارئ. طبعا طب الطوارئ هو طب من الطب الحديث نسبيا، في خلال 40 سنة الماضية فقط بدأ يكون هناك في طب متخصص دقيق هو طب الطوارئ. طبعا مؤتمر عمان الدولي طب الطوارئ هو لسنته الثانية، يستقطب الخبراء والمتخصصين من رواد علم طب الطوارئ من الأكاديمية الأمريكية لطب الطوارئ ومن الفيدرالية الدولية لطب الطوارئ وأيضا من الكلية الملكية البريطانية طب الطوارئ ورواد طب الطوارئ في المنطقة سواء الخليجية والعربية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومن البحرين. القصد من هذا طبعا هو الالتقاء بهؤلاء الخبراء وأخذ خبراتهم وأبحاثهم والتشاور فيما بيننا وبينهم، وأيضا يكون فرصة مناسبة لأطبائنا وأيضا العاملين في هذا المجال، مجال الصحة سواء من القطاع العام والقطاع الخاص، التقاء بهم والاستماع إلى 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 محاضراتهم في مجالات يعني قمنا بانتقائها انتقاء يعني دقيقا، خاصة التي بها يعني أهمية خاصة بالنسبة للسلطنة. فمعظم المحاور عن أمراض القلب والأوعية الدموية وأيضا عن طوارئ الأطفال، وخصصنا يوما كاملا عن الكوارث اللي معناها من أهمية في هذا الوقت، لأننا نحن الآن في مرحلة تطوير هذا القطاع. أما اليوم الثالث خصصنا أيضا لتطوير طب الطوارئ في عمان في أقسام الطوارئ من حيث القوى البشرية ومن حيث الأجهزة ومن حيث المعدات وأيضا من حيث حتى المباني تطرقنا إليها وكيفية التعليم وتدريب أطبائنا سواء في 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 عمان هنا في السلطنة أو في الخارج. نعم، يعني طب الطوارئ من الاسم هو معني بالحالات الطارئة، أو دعنا نقترب من تعريف خاص به دكتور، كونه يعتبر من أيضا العلوم الطبية اللي كما ذكرت يعني تعتبر في عالم الطب حديثة. نعم، الطارئ يعني كل ما يحدث غير مخطط له طبعا للإنسان، سواء إصابة أو مرض أو غيره أو شكوى أو علل غير واضحة قبل للمريض، فبالتالي أين يلقى، أين ملجأه؟ ليس العيادات التخصصية أو الأطباء التخصصين، ما ممكن هو ممكن يروح لطبيب قلب طبعا، أو ممكن يروح لطبيب متخصص في الرئة أو طبيب متخصص في الأطفال، ولكن يعني بوابته لهذا المستشفى هو قسم الطوارئ. نحن طبعا أطباء طب الطوارئ متخصصين أو واعين بكل حالات الطارئة في كل المجالات، ونحن من يقوم بالتشخيص، ونحن من يقوم بمستقبل المرضى، ونحن من يتم علاجهم في 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 أقسامنا، ومن ثم نحن أيضا من نحدد من هي الجهة التي سيذهب إليها هذا المريض، هل هو يحتاج الآن إلى 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 فحص تشخيصي أو يحتاج إلى علاج جراحي مباشر طارئ، أو يحتاج إلى تنويم وأخذ فحوصات أخرى. نحن أيضا من نحدد هل هذا يحتاج إلى تنفس صناعي الآن، أو ربما إحنا نتدخل في 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 منذ البداية تنفس صناعي، أو يحتاج إلى سوائل وريدية أو مضادات حيوية لا يمكن تأخيرها. يعني الدقائق البسيطة ووجودي في المستشفى وفي قسم الطوارئ مهمة جدا طبعا من حيث علاج. يعني المتعامل من الأطباء بطب الطوارئ
هنا يعني تحملهم لمسؤولية كبيرة دكتور، كما ذكرت يعني التعامل مع الحالات الطارئة هو تعامل مختلف عن الحالات اللي هي المستمرة أو الدائمة أو الأمراض الدائمة إن صح التعبير. هنا الكوادر الطبية وتأهيلها على التعامل مع حالة طارئة ومحاولة كشف السبب بشكل سريع أو التعامل أساسا الصحي مع هذه الحالة. نعم، الحالات اللي تصل إلى أقسام الطوارئ يعني ليست كلها حالات بسيطة، حالات تحتاج إلى تدخل سريع مباشر. نعم. يعني إذا لم يكن الطبيب يعني عارف ماذا سيفعله ممكن أن تفقد حياة. فنحن ندربهم على أساسيات الإنقاذ والإسعاف في البداية، وأساسيات أيضا تدخل السريع في مثلا أنبوب التنفس أو سواء الوريدية أو يحتاج إلى دم. نعم. نقل دم مباشرة في الحوادث وغيرها، أو يحتاج إلى فحص تشخيصي تخصصي مباشر مثل الأشعة المقطعية وغيرها. يعني لا 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 ننتظر لحد ما يعني يكون في وقت، أصلا ما يوجد وقت لنا للانتظار. يعني مثل العيادات الأخرى ممكن يطلب التشخيص اليوم ويعملوا له بعد 7 أيام أو بعد شهر. نعم صحيح. يعني لا يوجد حاجة يعني ملحة بحيث أنه يجرى له الفحص الآن. بينما الطوارئ يعني ما عندنا مجال أنه نقول والله ما نسوي له، لا نعمل له هذا الفحص أو لا نعمل له هذا العلاج، أو الطبيب الفلاني غير متواجد. نحن نطلبه في الوقت وبسرعة أنه يكون موجود. نعم. هذا اللي نحن الآن في هذا المؤتمر نريد نركز عليه ونريد ندرب عليه أطبائنا وأيضا ممرضينا وكل من له علاقة بطب الطوارئ، أنه يكونوا مستعدين للتدخل في الحدث. يعني يكونوا مستعدين أيضا للتدخل من أجل إنقاذ حياة، يكونوا على قدر وعي، قدر عالي من الوعي ومن التعليم ومن التدريب. نعم، يعني في النهاية الطبيب اللي موجود يتعامل بوعي تام مع المريض، فكرة أنه خلصت مناوبته وخلاص لازم يروح وتنتظر الطبيب اللي بعده، هذه من الأشياء اللي يعني طبعا مهم جدا أن الطبيب يكون واعي لها. هذا ما يفسر أحيانا دكتور عند توجهنا لأقسام الطوارئ عموما في مستشفياتنا، أحيانا يعني يتم الرد أنه حالتك غير طارئة، فبالتالي مثلا من الممكن بكرة أن تراجع في العيادة الفلانية أو تراجع في القسم الفلاني. نعم طبعا، الحالات التي يعني تأتي إلى أقسام الطوارئ ليست كلها طارئة. نعم. نحن نعمل بقدر استطاعتنا بحيث أنه نعالج الحالات الطارئة، لأنه طبعا عندك طاقة قصوى بعد ذلك لا يمكن أنك ترى أكثر من هذا العدد. ثم أنه يعني وجود حالات غير طارئة تؤثر على وجود حالات طارئة بحيث أنه علاجهم يتأخر على الطريقة الأصلية الحقيقية. يعني لذلك يعني نعمل معاينة ونحدد الأولويات في هذا الحالة. طيب بالنسبة لي هنا السلطنة، من خلال يعني خبرتكم دكتور محمود، ما هي أبرز الحالات التي تعتبر هي الحالات الطارئة المتصدرة، أو الأمراض على سبيل المثال أو الأوضاع على سبيل المثال التي تعتبر هي حالات متصدرة طارئة في عمان؟ نعم، الطارئة حتى الآن اللي يشغل بالنا كثير هي الحوادث، وهي أيضا هي العدد الأكبر في أقسام طوارئ الحوادث والكسور والإصابات وغيرها. ومن خلال هذا المؤتمر أيضا نحن نريد أن يعني نفي بعملنا بحيث أنه نصل إلى قاعدة معناها يجب أن نقلل من هذه الإصابات، سواء حوادث المرور أو الحوادث الأخرى اللي هي إصابات العمل وغيرها. نعم. عن طريق الوعي والتعليم الصحي وأيضا عن طريق الإعلام وغيره، بحيث أن يكون المجتمع واعي بهذه المشكلة ويساعد بنفسه للتقليل من الحوادث ومن الحالات الخطيرة التي نراها كل يوم في شوارعنا وفي مستشفياتنا. نعم. الحالات الأخرى طبعا هي مرتبطة بالحياة العصرية، كمثل أمراض القلب، أمراض السكري وما فيها يعني من خطورة على جميع أجهزة الجسم، سواء الجلطات أو النزيف في المخ أو في الصدر أو في البطن وغيره. ثم يأتي في المرتبة الثالثة ربما أمراض الطفولة وطوارئ الأطفال وأيضا النساء أولاد وغيرها. نعم. لكن الأول أو الأسمى في هذه كله واللي هي
يعني وجود ضغط كبير على أقسام طوارئ الحوادث. الحوادث. نعم حوادث المرور. نتمنى السلامة للجميع. دكتور نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في مؤتمر عمان الدولي لطب الطوارئ، ونرحب أيضا بكل اللي يحضروا المؤتمر من خارج حدود السلطنة. شكرا جزيلا لك دكتور محمود بن ناصر الرحبي، استشاري أول طب طوارئ، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر عمان الدولي لطب الطوارئ. شكرا جزيلا. شكرا لكم تحت الفرصة، وأيضا أشكر الزملاء المنظمين معنا في مؤتمر عمان للصحة، وهناك يعني شراكة حقيقية بين القطاع الخاص وبين الحكومة. الحمد لله. شكرا لكم. الحمد لله. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا.